بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تحرير حاج مشهد كندي التي كانت فيه قوات نظام مسيطرة لمدة سنة كاملة، والآن نقوم بفتح الطريق المؤدي إلى حلب من المخيم إلى حلب وبيرور المدنيين، وهذا هو مشهد كندي. بعد سيطرة الفصائل المقاتلة على مشهد كندي يقوم الآن بفتح الطرق التي كان يغطها النظام. الله أكبر، رفع رايه الجبهه الاسلاميه، الله أكبر.